لما بيظهر من انهي منطقه في الصدر؟ من حاجه اسمها انترميتين ميزوجيرمس. مين ولا فينا؟ طيب مش سؤال بيتكرر
الميديكال ريتش على الميديا سايت بتاعها. طب هو الدلتا ريتش اساسا جه منين؟ هو برضه جاي من الانترميديت ميزوجيرم، وده مسؤول انه يعمل الجونس، يعمل الاستروما بتاعت الكريستس او الجونس. معنى كده ان الفيت اوف ذا ميزونيفروس بيعتمد حسب نوع الجونس اللي هيتعمل على الميديا سايت بتاعها، حسب ده ديستس ولا اوفر. تمام؟ طيب التيوبيوز في حاله الديستس كلها هتحتوي وهتسيب لي اجزاء تعمل لي تيوبيوز في الجينيكال سيستم بتاع الميل جينيتال اورجنز. طب بالنسبه للفيميل لو اوفري لا هتحتوي وتسيب الريمننت ضعف اللي هي الايه؟ اوفر والبر اوفر. ده بالنسبه للتيوبيوز. طب البرو نفريك ضعف سوري الميزو نفريك ضعف اللي هي الولفيان ضعف. الولفيان ضعف دي في الميل والفيميل دي اللي ممكن يجي لك عليها سؤال، دي اللي اقصد عليها، يقول لك الديريفاتيف اوف ذا وولف يعني او الميزونيفريك ضغط، ممكن تيجي لوحدها او تيجي كجزء من سؤال اسمه جيفن اكونت اوف جينيتال ضغط. انا كنت حاجه ثانيه اسمها برا الميزونيفريك بس في اخر المحاضره بتجيلي. الميزونيفريك ضغط او الوولف ضغط دي كانت هتطلع لي برضه اسمه ايه؟ يوريتريك باك. الكلام ده في الميل والفيميل. ده قبل ما تخش للفروات. اليوريتريك باك ده المفروض ان هو هيعمل اليوريتر وتوابع والجزء اللي فاضل ده كان هيدخل جوه الفلوكا او جوه الجزء اللي هيعمل اليورينري بلادر. ممكن توابع نشوف بالظبط. لما مشي ورا وفوق لقى في وشه
فهغير اسمها، هسمي نفسها ميتا ديفرين هي، كانه لابس كاب بالظبط. اوكي، عايز اقول بقى ان اختراق اليوريتري بط الميتا نيفروس هو اللي هيحفز الميتا نيفروس ان هي تتقسم، واللي هي اللي هتحفز اليوريتري بط ان هو يتقسم. يعني نقطه الاختراق دي هي اللي هتحفزهم هما الاثنين. لو ما حصلش اختراق مش هيحصل انقسام. ايه اللي هيحصل بقى لليوريتري بط؟ الميتا نيفروس دي لما اليوريتر دخل جواها غيرت اسمها، سمت نفسها ميتا نيفروس كده، بقت محافظه البروميه هي هي. طيب الديستال بارت، الجزء من اليوريتري بط اللي دخل جوه الميتانيفري كير، شايفين الجزء ده وسع بقى دايليتد، وقرر ان هو يعمل البلفس اوف ذا يوريتر. تمام؟ امال اليوريتر الاساسي هيجي منين؟ هيجي من بدايه اليوريتري بط. تمام؟ والبلفس اوف ذا يوريتر بقى دي ما فيهاش حته، ده كلامي قلناه المره اللي فاتت في القلم. البلفس ده هيبدا بعد كده يخش في جنريشنز، في سكسيسيف ستيجز كده او ديفيجنز، هيعمل لي ايه؟ هيتقسم لميجور كاليسيز، من 2 ل 4 ميجور كاليسيز، والميجور كاليسيز هتتقسم لايه يا جماعه؟ ماينور كاليسيز، والماينور كاليسيز في الاخر هتتقسم لايه؟ في الاخر لحاجه اسمها كوليكتنج تيوبيول، اللي هي حته الاقل اللي قلناها المره اللي فاتت، ما تحفظش الكلام ده. عارفين كام كوليكتنج تيوبيول اتكونت عندي في نهايه الانقسامات؟ من 1 مليون ل 3 مليون كوليكتنج تيوبيول موجوده جوه الميكانيزم الكامل الكبير. تمام؟ حلو، يبقى انا كده عملت الكوليكتنج سيستم اللي هو بيبدا من فين لحد فين؟ اللي هو بيبدا من اليوريتر، بعد اليوريتر عندي بيلفس اوف ذا يوريتر، بعد كده عندي ميجور كاليسيس، بعد كده عندي ماينور كاليسيس، بعد كده عندي ايه؟ كوليكتنج تيوبيولز. حلو، الكوليكتنج تيوبيولز بقى هتعمل ايه؟ شايفين الكوليكتنج تيوبيولز الكتيره دي اللي جوه الميتانيفري الكام الكبيره؟ كل ميتانيفري تيوبيول منهم هتقرر ان هي تاخد حته على قدها، حته صغنونه قوي من الميتانيفري الكام الكبيره دي، وتقوم مركبها فوق راسها. فبقى عند كل تيوبيول بقى ليها كام على قديها. يبقى انا عندي كام ميتانيفري كام بقى؟ كتير. كان الميتانيفري الكام الكبيره دي كده، دي كانت ميتانيفري الكام الكبيره كده. ماشي؟ محوطه كده اليوريتر. بعد كده اليوريتر لما ادى ميجور كاليسيز، وميجور كاليسيز اتقسم ماينور كاليسيز، وادوا كوليكتنج تيوبيولز عدد لا نهائي بقى من 1 مليون ل 3 مليون، كل واحده فيهم خدت حته صغننه على قدها، قرنيطه صغننه على قدها من الكاب الكبيره دي، وراحت مركباها في راسها كده 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 كده. متخيلين عندي كام ميتانيفري كاب بقى؟ بقى عندي قرنيطات كتيره من 1 مليون ل 3 مليون، كاني جبت الكيكه الكبيره دي رحت مقسماها لكيك صغير كده، وركبت كل كيكه فوق الكوليكتنج تيوبيول بتاعتي. تمام؟ طيب اشوف بقى المنظر، ادي اهي دي كوليكتنج تيوبيول، كوليكتنج تيوبيول، كوليكتنج تيوبيول، كوليكتنج تيوبيول، كل واحده خدت حته ركبتها فوق راسها، بقت ايه؟ بقت بتلف الكاب، بس بتلف الكاب صغنونه غير الايه؟ الكبيره اللي كانت محوطه الكرة، كانت محوطه الارض بتلف بقى. تمام؟ انا هنا بقى حاطه في الصوره دي ميكانيكتي كاب واحده بس عشان اشوف ايه هي الشنجز اللي هتحصل. الميكانيكتي كاب دي اللي هي كانت كتله ميزوغير، كتله مقفوله على بعضيها كده، هيحصل لها كاليميشن، يعني يتكون كافيتي جواها وتتحول الى فيزيكال، بالونه صغيره هسميها ايه؟ رينال فيزيكال. تمام؟ بعد كده الرينال فيزيكال دي هتبدا تكبر. بصوا عملت ايه؟ تيوب، عملت لي تيوبيول. التيوبيول دي هسميها ميتانيفريك تيوبيول. الميتانيفريك تيوبيول دي ليها تو انز، ايه منهم راكبه على الكوليكتنج تيوبيول. خدوا بالكم عشان الحته دي مهمه، هما هنا مش متصلين مع بعض، بس كمان شويه لازم لازم واحده يفتحوا لي على بعض. لو فضل مفيش كوميونيكيشن ما بينهم تعملي كونتينيتال انوميلي.
لا الكبير ده خلاص، الكبير ده اللي هيتاليف بالكامل، الكبير ده خلاص ما بقاش موجود، بقت كامل كتيره 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 راكبه في كل تيوب. انا جبت تورتايه كبيره وقسمتها، هل التورتايه بقى فضلت زي ما هي ولا بقت تورتايات صغننه؟ اوكي؟ طب دلوقتي بقى عايز اكمل صوره النفرون. ادي التيوبيول اللي هي الميتانيكليك تيوبيول، في ناحيه عملت البومنز كبسول وعملت البولمينيولار. طب وفي الناحيه الثانيه؟ في الناحيه الثانيه كانت راكبه فوق الكوليكتيف تيوبيول. في البدايه ما كانش فيه اي اتصال ما بينهم، بعد كده فتحوا على بعض بقى حصل كوميونيكيشن ما بينهم وما بين بعض. طب لما يبقى عندي تيوبيول، التيوبيول دي اطرافها ثابته، اتوقع بقى في النص لما تيجي تكبر ايه اللي يحصل؟ تلولب، هتبدا بقى تعمل بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، دي بقى عن البومنز كبسول، انا عملت البومنز كبسول بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول لوب اوف نيلين ديستال كونفوليوتد تيوبيول، والديستال كونفوليوتد تيوبيول هي اللي هتبقى فاتحه على مين يا جماعه؟ على الكوليكتيف تيوبيول. برافو. عرفتوا ليه كان الكتاب بيسموه انتي البروكسيمال ايه؟ علشان دي اللي هتعمل البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. انا كده عملت الكدني من جوه، عملت التو مين يونت اوف الكدني من جوه، عملت الكوليكتيف سيستم اللي هو الكوليكتيف سيستم اللي هو كان مين؟ اللي هو كان يوريتر بلفس ميجور كاليسيس ماينور كاليسيس وكوليكتيف تيوبيولز من 1 مليون ل 3 مليون كوليكتيف تيوبيولز. دي الكوليكتيف يونت اللي هي هتجمع عليهم وتطلعهم. ده جه منين؟ جه من اليوريتريك بار. طيب عملت كمان مين؟ عملت الاكسكريتوري يونت اللي هي الاكسكريتوري يونت اللي هي النفرون اللي هي بتتكون من ايه؟ من البومس كبسول بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول لوب اوف هيلين ديستال كونفوليوتد تيبيول. طب مين اللي عملها لي يا جماعه؟ الميتانيفريك كي هي اللي مسؤوله ان هي تعمل لي الاكسكريتوري بار اوف ذا كيدني اللي هو هيستخلص اليورين. تمام؟ انا كده عملت التو مين يونت اللي موجودين في الكدني من جوه، بس الكدني من بره بقى لازال شكلها غير الكدني بتاعتي. شكلها ايه بقى؟ شكلها كالاتي، انا عندي الاورطه كده والاورطه عامل تو كومن اليا ار. اوكي؟ الكدني بتاعتي انا خلاص عملتها من جوه، بس من بره لازال شكلها كالاتي. بصوا بقى، اول حاجه موجوده في البلف تحت مش في اللمبر دي، مش موجوده في الابد في الكوستير ابدا، ده هي موجوده جامد. وحش القلم صح؟ كل القلم محشر اوحش. يبقى كتفي اول حاجه السيرفس بتاعها في الاول بيبقى لوبيوليز، عارفين ليه؟ علشان النفرون بتبقى كلها متكتله على بعض كده كده، فبيعمل بالظبط ماسك بين كتير 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 وحاطط عليه كلينكسه من فوق، فتبقى الكلينكسه عامله كده ماشي؟ فالسيرفس بتاعها بيبقى لوبيوليز، دي اول حاجه. تاني حاجه موجوده تحت في البلفس كده، لان هي اخر حته من الانترميديت ميزودير في اللور سكرال واللور لمبر والسكرال ريجن. تالت حاجه الهايلر بتاع الكدني دايركتد انتيل، الهايلر بتاعها دايركتد انتيل. اخر حاجه خالص بتاخد بلاد سبلاي من اي ارتري موجود في البلفس، يعني ممكن تاخد من الكومن ايليا ارتري او ممكن تاخد من الانترنال ايليا او ممكن تاخد من الميديان سيبرا حسب التسهيل يعني. حلو، هو ينفع حد يبقى الكيمي بتاعته عامله كده؟ يبقى انا وظيفتي دلوقتي بعد ما عملت الشكل الداخلي للكيمي المين يونتس اوف ذا كيمي، وظيفتي ان انا اظبط بقى الاكسترنال فيتشرز اوف ذا كيمي. يبقى كل خطوه من اللي انا قلتها لازم تتظبط. تتظبط ازاي؟ اول حاجه الكيميكيشنز دي في خلال السنه الاولى من حياه الطفل هتختلف، والكدني بتاع السيرفس بتاع الكدني هيبقى سموس عادي جدا عن طريق ان النفرون هتبدا تكبر تكبر تكبر، بس تكبر في الايه؟ في الحجم، لكن عددها هيفضل ثابت. فاول ما تكبر السيرفس بتاع الكدني يتفرق، تفقد بقى الايه؟ اللوبيوليت السيرفس ده. تمام.
لا ببساطة ببساطة البيبي اللي هو الباب بتاع جسمه اوكي في الانترايوتراكس اللمبر والسكرال ريجن بتنمو اسرع بكتير من الابر هاف اوف ذا بادي. الحته اللي تحت بتنمو اسرع بكتير وبالتالي الليفل اوف ذا كيدني هيعلى. هتبقى موجوده فين؟ في لا هي اكشولي ما طلعتش هو اللي حصل الحته اللي تحتيها هي اللي نزلت. تمام؟ فدي بنسميها ايه؟ اسباب اوف ذا كيدني. طيب هيحصل ايه تاني؟ الكيدني لما كانت موجوده في البلبس التو هايلاندز الهايلاند اوف ذا كيدني كان موجود فينترال كده. كان موجود فينترال كده اهو. ادي كيدني وادي كيدني. وكان الهايلاند باصص فينترال. فوهي طالعه كده هيحصل ميديال روتيشن 90 درجه. بحيث ان التو هايلاندز هيبقوا باصين ايه يا جماعه؟ ميديال. اوكي؟ يبقى ادي خلينا يعني المشكله اللي قبل الاخيره ان التو هايلاندز زي ما احنا شايفين كده كان دايركت انتيريوري كدني لما طلعت لفوق بقى موجود فين؟ بقى موجود على الميديال سايد لان حصل ميديال روتيشن 90 درجه. طب اخر حاجه خالص البلاد سبلاي احنا اتفقنا ان الكدني كانت بتاخد بلاد سبلاي في البلبس من الكومن ايديا ارض او من اي ارض كدني يعني قريب منه. اللي هيحصل بقى الكدني في كل مرحله كل ما تطلع سنه تاخد بلاد سبلاي من حته اعلى شويه. بس خدوا بالكم الارتري القديم ده ما يحتفيش غير لما الارتري الجديد يكون ظهر. الارتري الجديد يظهر من هنا يقوم القديم يحتفل. تطلع الكدني اب تاخد بلاد سبلاي بقى من الفينا الارتري في الفاينل بوزيشن بتاعها يقوم الارتري بتاعته يحصل له ايه؟ يحتفل. يبقى احنا كده وصلنا الكدني لشكلها النهائي من جوه ومن بره. يا ترى بقى ايه هي الكونجنتال انوماليز اللي ممكن تحصل لي في الكدني؟ بس نص ازاي ان النفرونز بدات تكبر في الحجم وبدات تفرق السيرفس بتاعها يفرق تكبر في الحجم مش في العمل. النفرون لازم يفتح على كل التيوب طبعا طبعا. اول حاجه هي الاجنس. ليه الاجنس؟ يعني ايه؟ يعني مفيش كدني. طب يا ترى ايه الحاجه اللي ممكن تخلي مفيش كدني؟ الحاجه الوحيده اللي بتحفز الميتانيكس اللي هي تنقصه اليوتريك باور. اوكي؟ فلو فرضنا ان مفيش يوتريك باور، اليوتريك باور ما اتكونش. اول يوتريك باور اتكون بس ما وصلش للميتانيكس، ايه اللي هيحصل؟ هتفضل زي ما هي مش هتعمل كده. وبالتالي هيبقى عندي كيدني مش موجوده ما اتخلقتش اساسا. طب الرينا الاجنس دي ممكن تكون يوني لاترال زي ما احنا شايفين في الصوره دي، الصوره دي فيها يوني لاترال ورينا الاجنس ما عندوش كيدني الناحيه دي. ممكن تكون باي لاترال. لو يوني لاترال عيان زي ده يعيش عمره كله ويموت في الكليه دي. كفايه جدا يعيش ويموت بيها. تعيشه. طب لو باي لاترال
كبير ومستدرك عقلي مش هتخليها تطلع عقل. لكن كبني زي دي بتبقى شغاله عادي جدا وبتبقى نورمالي وبيبقى ليها القصه القويه عادي عادي بتاعها مبقاش فيها اي مشكله. دكتور يمنعها كده هي بتبقى عامله كده ادي الكبير ومستدرك اهو ماشي جاي كده وهي طالعه عامله كده. شفتوا المنظر كده؟ بتبقى لحم مع بعض طالعين بقى هما الاثنين لاحقين 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 ده والارض ده الارض ده منعها ان هي ايه تكمل وتفضل عنده ايه فلاتر. دكتور اكسس تقولي لنا الارض كام دول هتقولهم؟ نعم؟ لا يعني انا ما اعرفش بس اعتقد ان هي بتفضل كده لكن هشوفها لك. نيجي بقى لايه الاكسسوري رينال ارتري دي كلها انه ايه؟ اكسسوري رينال ارتري يعني في ارتري ازيد من الرينال ارتري بيدي الكدني. الارتري الازيد ده تفتكروا هيجي منين؟ مش الكدني وهي بتطلع بتاخد بلاد سبلاي من كل ليفل واتفقنا ان هي قبل ما تاخد كل ما تطلع تبدا تاخد ارتري جديد. اتفقنا ان الارتري الجديد ده قبل ما يظهر يعني بعد ما يظهر اللي بعديه يختفي يعني ما ينفعش اللي تحت يختفي غير ان في يكون ظاهر. اوكي؟ طب لو فرضنا ان الارض التحتاني ده ما اختفاش كان عنده كميه وفاه للكدني قرر ان هو ما يحتفلش هيبقى ليها بس اديشنال بلاد سبلاي مش عارف زي الصوره دي ادي الاورطه شايفينه وادي الكدني وده ادينا الارض الاساسي وده شايفينه ده الاكسسوري لينا ده جاي من الاورطه ده اساسا كان المفروض يختفي بس فضل. حاجه مهمه اسمها كونجنتال بوليسيستيك كيدني دي اكيد سمعنا عنها. فكره الكونجنتال بوليسيستيك كيدني بسيطه جدا ايه هي بقى؟ حصل فيلير اوف كونكشن ما بين الكوليكتنج تيبيول والديستال كونفوليوتد تيبيول بمعنى حصل فيلير اوف كونكشن او كوميونيكيشن ما بين الكوليكتنج بارت اوف ذا كيدني والاكسكريتوري بارت اوف ذا كيدني. طبعا دي مشكله كبيره ليه؟ لان اليورين هيبدا يتكون في اي جزء في اي سيجمنت من اجسام النفر في اي حته ويبدا النفرون يتنفخ ويتحول لبالونه كده شايفينه؟ تبدا الكيدني تتحول تبقى مليانه بالونات كتيره. حتى النفرونز اللي مليانه اللي بتبقى تتحول لبالونه دي تبدا تضغط على النورمال والهيلثي نفرونز لحد ما تموتها. طب دي بنقسمها لجزئين، في حاجه اسمها اوتوزوما ريسيسيف وحاجه في حاجه اسمها اوتوزوما دومينانت. الاوتوزوما ريسيسيف دي بتبقى اخطر ودي بتخلي الطفل يموت من الرينال فيلير في خلال الانفنسي او في خلال الشايلد هود. انما الاوتوزوما دومينانت دي على ما تبدا تعمل مانيفستيشن بيبقى البني ادم في الليل ادلت هود يعني على سن 45 سنه كده العيان يبدا يلاقي استرياتين بتاع عينه يلاقي الكدني فانكشن بتاعه بدات تتضغط فيستغرب يروح يعمل سونار على الكدني يفاجئ ان الكدني بتاعه في فولي سيستم. طبعا الحالات دي حلها لينا كدني ترانسبلانتيشن. نعم ممكن تبقى بايظه تكون طويله حسب ليش دي فيها او بيشيلوها وبيعملوا ترانسبلانتيشن لو بايظه اكتر لازم ترانسبلانتيشن. معلش اكل بس في اسئله لان الوقت مش عايزه هي جد فظيع هنأجل بس أي أسئلة في المحاضرة عشان الوقت. طب ليه كشف الطيارين ازاي؟ احنا اتفقنا بيطلع لي كام يرتري بقى؟ كام واحد؟ واحد. واتفقنا إن الميتا نفروس بتبقى بتنقص حسب انقسامات اليورك، يعني يلاقي الفيوريتر واحد جاي لها يبقى هتعملي كدني واحد. طب لو فرضنا إن في تو يورتري بقى جم منفصلين. في الحالة دي الميتا نفروس هيخشها إيه؟ تو يورتر. فالميتا نفروس ذات نفسها تنقسم وتعمل تو كيدني. يبقى العيان ده هيبقى عنده تو يوريترز على ناحيه تو سيبريت يوريترز من فوق لتحت وتو كيدني. يعني ما شاء الله عنده ثلاثه كيدني ممكن يبقى عنده اربعه كيدني كمان يبيع بقى ويشتري ويبقى ما شاء الله عيش حياته يعني. ده اللي كلهم شغالين. طيب نيجي للحاله دي. اليوريتر طلع بالسيم واحد.
بتاعه واحد يعني فين الديوريتر، لكن معاه دبل كدني، لان الديوريتر لما حصل له كومبليت ديفيجن كله اتقسم على السيستم بتاعه، الكدني فهم بالغلط ان دول تو سيبريت ديوريترز، فراحت عملت ايه؟ تو سيبريت كدنيز. الاكتوبيك ديوريتر بقى انا عندي هنا نورمال ديوريتر عادي فات في الضغط ماشي، وعندي ديوريتر كدني اكتوبيك يعني بيفتح في اي حته غير الحته النورمال اللي كان المفروض يفتح فيها، يعني ممكن يفتح في الفاجاينا، ممكن يفتح في اليوريترا، ممكن يفتح في اي حته ثانيه. هنيجي بقى نتكلم على جزء اسمه الكلوكا، احنا عمالين من اول ما بيقولوا جينيتا بنقول كلوكا كلوكا كلوكا، وانا حكيت المره اللي فاتت انتم مش فاهمين الكلوكا، معرفش ليه احنا قلناها في المايند جاب. هنرجع سريعا كده للتقسيمات بتاعتها. تقريبا مع خدنا حاجه اسمها هايب جاب. الهايب جاب ده كان بيبدا من فين لحد فين؟ كان بيبدا من عند الجنكشن اوف ذا رايبوسوم الليف وان تيرف او ترانسفيرس كولر لحد مين؟ لحد الكلويكل ميمبرين. وكان في حته كده عامله زي الانبوبه خارجه من الهايب جاب وداخله في الامبيليكال كولر اسمها ايه؟ الاستويد براو. وكنا قسمنا الهايند جاب كودا للاوريجن اوف التويز الجزء ده لحد الكلوكا الممبرين، الجزء ده سميناه ايه؟ سميناه كلوكا. اوكي؟ الكلوكا دي عامله زي الاوضه الكبيره اللي انا عايزه اقسمها لاوضتين قصاد بعض، اوضه قدام واوضه ورا. فلما يبقى عندي اوضه عايزه اقسمها لاوضتين قصاد بعض، اعمل الحيطه كده ولا اعمل الحيطه كده؟ اعملها كده صح ولا لا؟ فانا لو رسمت هنا، فانا لو رسمت كده مجسم بشكل كل واحد هي بالظبط عامله زي ايه؟ زي اوضه كده ماشي، وانا رحت ايه رسمه جواها او عامله اسمها حيطه كده بالسكتر شايفينه؟ يبقى انا كده قسمت كل واحد لاوضتين، ادي السكتر اهو للكوكب. السيستم ده سميناه ايه يا جماعه؟ يورو ريكتال سيستم. يورو ريكتال سيستم. اليورو ريكتال سيستم ده هيقسم في الواقع لقطتين، اوضه قدام سميناها ايه؟ سميناها بريمتيف يورو جينيتال سايت. واوضه ورا سميناها ايه؟ ريكتو إينال كانال. فاكرين ريكتو إينال كانال؟ فقدنا الذاكرة؟ فاكرين لما خدنا الريكتو من الأفر برضه كده كانال؟ مش فاكر ماشي. المهم إن السيستم ده لما نزل راح مقسم لي أرضية الكلوكة، أرضية الكلوكة اللي هي اسمها إيه؟ الكلوكة الممبرين. راح مقسمه هو كمان لتو ممبرين، واحد قدام واحد ورا. واحد قدام سميته إيه؟ يورو جينيتال ميمبرين، واحد ورا سميناه ايه؟ إينال ميمبرين. كأني بالظبط الكلوكا الميمبرين لو بصيت عليه من تحت كده هو كان حاجة واحدة، ورحت قسمت اثنين، واحد قدام سميناه يورو جينيتال، واحد ورا سميناه ايه؟ إينال ميمبرين. هنشوف بقى نفس الشكل ده بس على ساجيتال سيكشن. شفتوا؟ ادي اليورو ريكتال سيكتر، انا هنا بص على الكلوكا من الجنب. قارنوا بقى الفرق، الكلوكا هي كانت حته واحده، شايفين الحته الفيك دي؟ دي هتبقى تكبر كده 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 كده. ثم اسمعني الكلوكا كده. اهي. ادي اليورو ريكتال سيكتر نزل اهو ماشي؟ قسم الكلوكا لجزئين، وبعد ما وصل للكلوكا الممبرين قسمه هو كمان لجزئين. قسم الكلوكا لجزئين، الجزء اللي قدام سميناه بريميتيف يورو جينيتال ساينس. البريمتيف يورو جينيتال ساينس ده لو لاحظ هنا كونكتد لمين؟ كونكتد لي الالاتوري تمام؟ والاوضه اللي ورا دي او الجزء اللي ورا ده سميناه ايه؟ ريكتو اينال كانال. وبعد كده استخدم بعد
الاساينمنت ده اشيله لوحده كده، اشيله من الرسم واحطه لوحده. بصوا انا هنا ايه، مفيش الصوره ريت هنا في مكانين عشان عارفين احنا فين. ده كله على بعضه البريميتيف يو جينيتال ساينس، وده الالاستويز، وده مكان دخول الميزونيفريك طبعا. طيب هقسم البريميتيف يو جينيتال ساينس عند البوينت اوف انترنس اوف ذا ميزونيفريك طبعا، هقسمها لجزئين. الجزء اللي فوق هسميه مزايكو يوريترا كنين، وده كونكتد بالالاكتويد زي ما احنا شايفين. طب والجزء اللي تحت؟ الجزء اللي تحت ده هسميه ديفنتيف يورو جينيتال ساينس. تمام لحد كده؟ يبقى هي تنقله كبيره قسمتها لجزئين حسب مكان دخول مين؟ الميزونيفريك طبعا. طب الميزونيفريك طبعا فتح الاوضه اللي فوق ولا الاوضه اللي تحت؟ ده فتح الاوضه اللي فوق. مزايكو يوريترا كنين. طيب بعد كده هجيب الديفنت نيوروجينيكال ساينس دهية وارجع تاني اقسمها لجزئين اهو. الجزء اللي فوق ده هسميه فيلد بارت، والجزء اللي تحت ده هسميه فيلد بارت. اوضه قسمتها لجزئين، والجزء اللي تحت رجعت تاني قسمته لجزئين. دلوقتي لو بصيت كده على الدايجرام ده هنقدر نلخص مع بعض. كانت سمت الخلوه، الخلوه كانت اوضه كبيره عندي، كانت ايه الدستر او جزء من الهاي جاف الاوضه للارض. بيتقسم بحته اسمها يورو ريكتال سيبتم، الاوضه قدام اسمها بريميتيف يورو جينيتال ساينس، واوضه ورا اسمها ايه؟ ريكوينال كمان. البريميتيف يورو جينيتال ساينس ده قسمته حسب مكان دخول الميز ونفرج ضغط. دي اوضه فوق سميناها بيزايكو يوريترال كانال، هي اللي الميز ونفرج ضغط فاتحه فيها، واوضه تحت اسمها ايه؟ ديفنتيف يوروجينيتال ساينس. الديفنتيف يوروجينيتال ساينس بعد كده رجعنا قسمناه لجزئين، الجزء اللي فوق سميناه بيلفيك بار، والجزء اللي تحت سميناه ايه يا جماعه؟ فاليس بار. بالنسبه للفيت اوف الواقع انا مش هشرحه ليه؟ انا هشرحه مع كل حته بتاعته، بحيث ان احنا لما نيجي كده نروح لجاي هنروح لجاي بدل ما نقعد ايه نسمع. هنبدا بقى دلوقتي في الديفلوبمنت اوف يورينال بلادر. سؤال نظري هو اقل اهميه من الكلمه بس ممكن يجي نظري. اليورينري بلادر شكلها بيراميدال شيب زي ما احنا شايفين كده، ليها ايبكس. الايبكس ده بيبقى كونكتد للامبريكاس من ورا بليجامنت اسمه ايه؟ ميديان امبريكال ليجامنت، برافو. وليها بيس، البيس دايركت بوستيريور، وليها فري سيرفيس. لو انا فتحت كده الكافيتي اوف الريمري بلادر من جوه، لو انا فتحت كده الكافيتي هلاقي ايه؟ هلاقي ثلاث فتحات. شايفين ثلاث فتحات دول؟ مين الفتحتين اللي فاتحين سبير لابرال دول؟ برافو، فتحات اليوريترا. ومين الفتحه اللي تحت؟ اليوريترا. ومين الجزء المثلث اللي ما بينهم ده؟ برافو، ده الترايبل. دلوقتي بقى هنشوف اليوريتري بلادر جه منين. اليورينري بلادر بتيجي من 3 فورس. الابكس بتيجي من حته، والبيس بتيجي من حته، وبعدين اليورينري بلادر كلها بتيجي من حته. فاكرين لما قلنا ان في حاجه اسمها فازايكو يوريترال كانال؟ لسه قايلينها من شويه، فاكرينها ولا لا؟ من اسمها فازايكو يعني يورينري بلادر، يوريترال يعني يوريترا، يبقى هتعمل يورينري بلادر. الفازايكو يوريترال كانال هتعمل اليورينري بلادر كلها 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 ما عدا الفايزو. تمام. بس خد بالك مش الفازايكو يوريترال كانال كلها، ده الابر بارت بتاعه، عشان اللور بارت هنعرف بعد كده انه يعمل يوريترا. طيب تاني حاجه الابر تويز ده هقسمه لجزئين، بروكسيمال بارت وديستال بارت. البروكسيمال بارت ده هيدخل يعمل لي الايبكس اوف يورينري بلاد. طب الديستال بارت، الديستال بارت ده انا بسميه يوريكس. اليوريكس ده بيبقى ماسك في الامريكاس من ورا. اليوريكس ده بعد كده هيحصل فايبروزز ويقفل ويعمل ايه يا جماعه؟ الميديا امريكان ليجا. تمام؟ تالت صورة
يوريتريك بار، اوكي؟ هل منطقي ان اليوريتريك بار يبقى فاتح في تحت؟ ولا المنطقي انه يفتح دايركتلي في الباك اوف يورينري بلد؟ المنطقي انه يفتح دايركت يبقى الحل ايه؟ الحل ان السيجمنت التحتانيه دي يحصل لها ايه؟ يحصل لها ابسوربشن. طب كلمه ابسوربشن دي معناها ايه؟ معناها ان هي تدخل كده ولا معناها ان هي توسع؟ الاورفيس بتاعها ايه؟ بيوسع كده ويدخل يعمل لي جزء من الستيريور اوف ذا يورينري بلادر. دي معنى كلمه ابسوربشن. يعني لو حبيت كده اوصل لكم الصوره اكتر، لو انا قلت ان دي الميزونيفريك ده ماشي، ده مين اللي طالع منها؟ ده يورينري بلادر خلاص، وهي فاتحه هتفتح لي في الكلوكا من ورا في اي حته في الكلوكا في الفازات من مصر الكنيه وعامله كده. طب هو مش ده المنطقي؟ المنطقي ان ده يفتح دايركت هنا صح؟ طب ازاي؟ ان السيجمنت دي يحصل لها ايه؟ ابزوربشن. طب يحصل لها ابزوربشن ازاي؟ تخش كده جوه يعني ولا ايه اللي يحصل لها؟ توسع يعني تبقى عامله ازاي؟ بص المنظر ده معنى كلمة absorption، يعني الأورفيس بتاعها بعد ما كان أورفيس كده ضيق خلاص، بصوا إيه اللي حصل لها؟ الأورفيس وسع فتحت بقى بالظبط شكلها عامل عارفين السكسفون ده؟ بالظبط هي بتكتب حتى وصفها كده بالظبط، ده كلمة absorption. ودخلت بدأت تعمل لي إيه؟ البوستيريور، وبالتالي اليوريتريك بارت هيروح إيه؟ يفتح لوحده، أوكي؟ طيب بص بقى على الرسمة، بص بقى كده على الرسم، الحته دي زي ما اتفقنا هيحصل لها ايه؟ ابزوربشن، توسع تبقى جزء تبقى انكوربوريتد في البوستيريور اوف ذا طرف. بصوا شفتوا المنظر؟ اهي دي السيجمنت اللي كنت بتكلم عليه، بقت جزء من البوستيريور اوف ذا رينر بلاتو، نفس فكره البلمونري فيز لما بتيجي تلف نفس الفكره. في الحاله دي اليوريتريك بار بقت فتحه لوحده، والميزونيفريك دكت من الفتحه فتحه واحده تمام. انا كده حليت مشكله واحده. ايه هي؟ ان كل واحده فيهم بقت فتحه واحده. بس فاضل لي الحقيقه مشكلتين. ايه هما؟ اول حاجه الترايبون اللي هو شكله مثلث، شكله مش باين قوي يعني، مش واضح. تاني حاجه الجزء ده من الميزونيفريك دكت. الجزء ده. الجزء ده. كده. الجزء لو انا كده البازايكو يوريثرا الجنان، الجزء ده المفروض هيعمل لي ايه؟ جاكيولاتري ده، مش احنا قلنا كده المره اللي فاتت؟ ده اللي المفروض ان هيعمل جاكيولاتري ده، يعني دي المفروض ان هي هتعمل جاكيولاتري ده. هل المنطقي ان الجاكيولاتري ده تفتح في الباك اوف يورينري بلادر؟ امال هي بتفتح فين؟ في البوستيريور وول اوف بروستاتيك يوريثرا. يبقى ايه الحل؟ الحل بسيط جدا، مور ابزوربشن. حصل مور ابزوربشن للميزونيفريك ده، بصوا حصل لها ابزوربشن اكتر، وبالتالي بدات السن يحصل لها ديستنت او مايجريشن اتجاه السن كده، ويحصل كمان ابزوربشن اكتر. بصوا كل ده ابزوربشن للميزونيفريك ده. عملت لي ترايبو شكله بقى مثلث اهو، مش بس كده، ده بعد ما عملت لي ترايبو نزلت وعملت البوستيريور وول اوف ذا ابر هاف اوف بروستاتيك يوريثرا. ايه ده؟ يعني ما عملتش ترايبون بس؟ اه. طب ما هو شيء منطقي، لازم تعمل لي البوستيريور وول اوف ذا ابر بارت اوف ذا ابر هاف اوف بروستاتيك يوريثرا. ليه؟ علشان الجزء اللي هيفتح ده بعد كده اللي هنميزه نفس الدب ده هغير اسمه هسميه ايه؟ ايجابولاري دب. اوكي؟ بناء على الكلام اللي انا قلته ده التو يوريثرز بقوا فاتحين في الباك اوف يورينري بلادر زي ما احنا شايفين، والتو ايجابولاري ده بقوا فاتحين فين؟ في الباك اوف ذا بروستاتيك يوريثرا. نيجي بقى نبص كده على الشكل من الجنب، مين اللي لونه اصفر ده؟ يوريتريك بار فاتح فتحه لوحده ولا لا؟ فين؟ في الباك اوف يورينري بلادر. ماشي، بصوا بقى اللون الازرق ده، ده الجزء من الميزونيفريك ده اللي حصل له ايه؟ ابسوربشن. يعني عملت الترايبون وعملت البوستيريور اوف ذا ابر ارم اوف ذا بروستاتيك يوريثرا،
المشكلة في الطفل ده إن بيبقى عنده الميزوديرم بتاع اللور بار أوف أنتيريور أبدومينال وول. الميزوديرم في المكان ده فيه ديفيشنسي، وبالتالي هيبقى عندي مفيش عضلات للأنتيريور أبدومينال وول، وبالتالي هيبقى عندي إكتوديرم من بره والإندوديرم بتاع اليورينري بلادر من جوه. الميزوديرم اللي في النص أخباره إيه؟ ديفيشنسي. طيب فاكرين الفلوكا ميمبرين والبابا فالنسيا ميمبرين؟ مش دول كانوا اكتفوا على اندو؟ ما كانش في ميزه في النص، فكان مصيرهم ايه؟ فاكشر. ده اللي هيحصل بالظبط. انا عندي اكتفوا على اندو، مفيش ميزه في النص ما بينهم، فحتما ولازم الحته دي هيحصلوها ايه؟ هتراكشر. والاندو